محتبل في الفرن. تعال نشوف الشكل الاخير دوت. بصوا احط البلبله على الصينيه بالشكل ده واضغط ضغطه صغيره اللي هو بق زي بق البطه كده، شايفين الضغطه دي؟ ضغطه صغيره، شايفين ازاي كده؟ وسحبه صغيره كده، وسحبه صغيره اهو بالشكل. اهم حاجه درجه الحراره تكون هاديه. الكتفور ده ناعم جدا جدا، في كذا مقادير تانيه بس دي من اجمل المقادير اللي انا شفتها في حياتي. كده اتعلمنا التقطيعات بتاعتنا، تمام التمام، الدنيا زي الفل. ندخل الحاجه بتاعتنا بقى درجه حراره هاديه في الفرن ونبدا نشوف بقى كده الدنيا فيها ايه. نمشي كده بالسوى برضه، هوريه لكم سريع سريع كده. كده الصينيه تمام زي الفل، يلا بينا نروح نبص على الفرن. تمام زي الفل، ده اللي تحت هبتدي ابدل، ارفع ده وانزل ده ونشوف الدنيا فيها ايه. ادي كده بعد ما استوى بياخد تقريبا 25 دقيقة. الدنيا عايز الزقه ولزقه، عايز اسيبه كده سيبه كده، عايز ادي نص شوكولاتة، عايز ادي شوكولاتة بيضاء وشوكولاتة بني، عايز ازوق بفستق بسوداني جوز الهند.